بلدك التانية فيها كتير لسه ما شفتوش، تعال وعيشها من أول وجديد. هي دي مصر. ولسه مكملين مع حضراتكم اول فقراتنا بقى الحواريه. والحقيقه في يعني احنا من خلال برنامجنا هنا صباح الورد بنقدم كل حاجه ايجابيه. اعلنت بقى هيئه تنشيط السياحه المصريه اطلاق حمله ترويجيه جديده بعنوان هي دي مصر This is Egypt. ده كان من ضمن حمله، يعني حمله كبيره جدا هدفها ان هي بتدفع بعجله النمو في قطاع السياحه والترويج لمصر كوجهه سياحيه متميزه، خصوصا كمان في ظل الظروف العصيبه اللي كانت بتمر بيها مصر في الفتره الاخيره. هي دي مصر الحملة دي طبعا بتختلف عن غيرها لأنها بتركز على الترويج لمصر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكمان مستخدمين شبكة الإنترنت ومحترفي الإعلام الرقمي. خلينا نتعرف أكتر عن حملة This is Egypt أو هي دي مصر من ضيفنا اللي منورنا دلوقتي في الاستوديو الأستاذ أحمد شكري رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة تنشيط السياحة. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد على حضرتك يا أستاذ أحمد. يعني خلينا نتكلم كده، ما شاء الله الفيديو اللي انتوا عملتوه ده فيديو جميل جدا، هو اي نعم بسيط او صغير بس بيبين معالم مصر والحاجات السياحيه الجميله اللي موجوده في مصر. عايزين نتكلم بقى اكتر عن الحمله، هدفها مين، انتوا بتستهدفوا مين وابتديتوها منين، يعني تفاصيل اكتر عن الحمله. هو بايجاز شديد في الازمات احنا لازم نركز على الادوات اللي توصلنا بسرعه للاسواق اللي فيها استجابه. اول حاجه احنا بالحمله بتاعت هي دي مصر بنعمل مشاركه كبيره جدا من الشباب المصري علشان يتبعوا، الشباب العربي علشان يتبعوا بعد كده اجانب، انه ياخد صور للاماكن الكويسه في مصر ويحطها على الهاشتاج This is Egypt، فبالتالي ننزل سيل كبير جدا من عشرات الالاف او مئات الالاف من الصور اللي تنزل والناس تشارك والناس تبقى اوير. في ناس بتشوف اماكن ما تتخيلش ان دي في مصر بتوري. والحاجه الثانيه انه السيد الوزير راح للدول العربيه، نطلق الحمله من السوق العربي الاول لانه الاسرع استجابه والاقل تاثر بالازمه. طيب خلينا نتوقف عند النقطه المهمه دي، ويعني زي ما حضرتك قلت ان سياده وزير السياحه هشام زعزوع بالفعل سافر للسعوديه عشان يبدا في ان هو يروج حمله هي دي مصر. اشمعنى بدا بالسعوديه تحديدا؟ لاسباب كتيره جدا. اولا السعوديه اكبر عدد بيجي من السوق العربي بيجي من السعوديه ومن اكتر الدول كمان العربيه اللي كانت بتساند مصر وقت ازمات بالظبط. وسياسيا هي على طول الخط، احنا في مسانده من او في علاقات قويه جدا بين مصر والسعوديه طبعا. طيب بالنسبه للفيديو اللي احنا شفناه او الماده الاعلانيه دي اتذاعت على اكتر من قناه فضائيه، هل ده عمل صدى مع الناس او هل ده فرق كمان لانه بالفعل بيوضح الاماكن والمعالم السياحيه اللي موجوده في مصر، كمان اشهر الاكلات اللي موجوده يعني اللي مشهورين بيها الكشري والطعميه والمحشي والمحشي وغزل البنات، يعني في حاجات كتير قوي والتنوره والميوزك بتاعنا والاماكن بتاعنا الحاجات او اكتر الحاجات اللي يمكن بتلفت نظر السياح. فكلمنا اكتر عن الماده الاعلانيه دي عملت ايه بعد ما الناس شافتها. هي طبعا ليها صدى. طيب لاول مره احنا بنقدم الشخصيه المصريه مش بنقدم المكان. يعني دايما كنا بنقدم مصر كمكان، البحر، الثقافه، المعابد، لا احنا بنقدم الشخصيه بتاعت مصر. هي دي مصر شخصيه، الميوزك بتاعها، الاكل بتاعها، الروح بتاعتها، العبق بتاع الاماكن سواء في القلعه في البحر، كل مكان له الحس بتاعه. فلو حضرتك شفتي دول كتير جدا بتركز قوي على شخصيه الديستنيشن، الدول اللي لها شخصيه بتبقى اسهل في الترويج ومحبوبه اكتر لدى السايح لما يجي يختار مقاصد. فالمكسيك، الميوزك المكسيكي اللاتيني والاكل الشطه احنا ابتدينا نقدم مصر بشخصيتها أكلها، لأن في حاجات متفردة فيها مصر لما نشوفها نقول دي مصر. الأكل اللي شفتيه ده بتاع مصر، الأماكن دي تيبيكال مصر، الحتت الجميلة برضو مصر. تمام. طيب يعني احنا يمكن شفنا يعني استضفنا هنا من خلال صباح الورد بعض الحملات للترويج عن السياحة في مصر، يعني
كانوا معظم الحملات بيركزوا على الدول الأوروبية، لأن للأسف هي دلوقتي اللي فيه بيننا وبينهم مشاكل، يعني خصوصا بعد سقوط الطائرة الروسية. ما فكرتوش أنتوا ليه؟ يعني أنتوا برضو عملتوا بالعكس، أو عملتوا بحاجة غير متوقعة. احنا الحمد لله العلاقات طيبة بيننا وما بين معظم الدول العربية، ويمكن السعودية علاقتنا طيبة جدا معاهم. ليه ما فكرتوش تبدأوا بالدول الأوروبية وتحديدا روسيا؟ يعني برضو السياحة الروسية كانوا بيسحبوا رعايها من هنا من مصر. بالظبط، هو كلام حضرتك مظبوط، ودي فرصة انه نكلم المشاهدين نقول لهم احنا عندنا خطة لإدارة الأزمة. دايما في الأزمات بيبقى ليها سبب، وإزالة السبب يرجع الأوضاع لما قبل الأزمة كويس، فما يبقى في قلق من الإجراءات الأمنية في مطارات أو في أماكن. يبقى احنا نتحرك ازاي؟ اول حاجة ان احنا بنعمل طمأنينة، بنعمل خطة امنية بنعلن عنها، وده اللي حصل. وبعدين بنجيب ناس بنشاورهم، وبعدين بنطلع للملأ بنقول احنا جاهزين. بعد كده ما يبقاش فيه الخوف ده. السوق الانترناشنال اللي هو المين سورس بتاعنا، اللي هو الاسواق الرئيسية زي روسيا، انجلترا، المانيا، ايطاليا، بولندا، الاسواق دي هتاخد شوية، يعني في استجابتها بتبقى أبطأ شوية من السوق العربي. وإحنا عندنا إشغال منخفض، وعندنا تأثر كبير جدا من الأزمة، سواء في المقصد الثقافي أو المقصد الشاطئي. فأنا لازم أعوض بسرعة، أو أتجه السوق اللي هو هيعوض معايا، وخصوصا ان احنا داخلين على اجازات نص السنة بتاعت السوق العربي، والعائلات هتبقى فاضية والشباب فاضي. فعملنا انفولفمنت بالصور اللي احنا نزلناها، الكامبين اللي نزل، وراح الوزير يكلمهم، وبعدين ابتدى ايه نزق السياحة الداخلية شوية معاها، وشغالين في الاسواق. يعني دي ما نقدرش نستغنى عنها، 70% من السياحة بتاعتنا بتيجي من الاسواق الرئيسية. ولكن في خطة من قبل وزارة السياحة ان يكون في ترويج برضو من طبعاً الدول الاوروبية طبعاً، او للدول الاوروبية. طبعا احنا دلوقتي احنا بنتكلم مع منظمي رحلات في أوروبا، وبخاصة الدول اللي هي تمثل معظم الحركة اللي بتجيلنا من الخارج. ده لا ينقطع مع الكلام معهم. هننزل ازاي؟ هنروج ازاي؟ هنعمل ايه؟ الموسم الشتوي ده طار نصه يعني بسبب الأزمة دي طبعا، كويس. وعلشان ناس تطلع دلوقتي صعب، فاحنا نعمل استعادة من السوق العربي بما ما يمكن نقدر، يعني نعمل ايه ريميدي شوية للموضوع ده، او نعالج شوية. وبعدين من الصيف نبتدي ايه على الدول الأوروبية اللي هي المرحلة التالتة في الأزمة. طيب الأول احنا كويسين، اتنين نقول ان احنا جاهزين، ونخش على أسواق تيجي، فبقية الدول تشوف ان في ناس بتيجي، وبعد كده نعمل استعادة من الأسواق الرئيسية. يعني احنا بنعمل عملية تأهيل، او يعني ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، لحد ما بالفعل يحصل تنشيط للسياحة. طيب حضرتك شايف ان السياحة ترجع ازاي تاني لمصر؟ يعني ايه السلبيات اللي كنت شايفها حتى قبل المشاكل اللي بتحصل دي، او اللي حصلت الفترة الأخيرة؟ ايه التطوير، او ايه السلبيات اللي احنا محتاجين نتخلص منها نهائيا عشان السياحة ترجع مرة تانية؟ اعتقد احنا دلوقتي مشغولين بهم الازمة، لان ما بيبقى في ازمة نتكاتف بقى خلاص، يعني نركز على الازمة بس، لان هي الازمة لو حليناها هيبقى في سياحة، لو ما حليناهاش ما هو مش هنوصل للمرحلة التانية اللي هي نزود في الاستعادة. بقى احنا محتاجين انه الاماكن اللي هي الاثرية، والاماكن اللي هي ذات الشهيره جدا في مصر زي منطقه الهرم، زي الاقصر، اسوان، تبقى الجاهزيه بتاعتها اعلى، المضايقات اللي بتحصل تقل، الصعوبات والنظافة. يعني انا بالظبط انا اسف انا بقول كده، لا انا ما يعني احنا لازم نبقى بص لازم نواجه نفسنا بالحقيقه. طبعا احنا داخلين على اجازات نص السنه، للأسف إن معظم الأماكن العامة السياحية اللي هي زي منطقة الأهرامات، النيل، حديقة الحيوان، الحاجات دي يمكن من الحاجات، والبرج، من الحاجات الأساسيات اللي أي سايح عربي أو أوروبي بيبقى جاي عايز يزور الحاجات دي. للأسف وقت الأجازات بيبقى فيه الدنيا زحمة جدا. أنا شايفة أن بيبقى المفروض يبقى فيه أماكن أوقات مخصصة للسياح العرب والأجانب، لأن للأسف بنشوف مناظر غير حضرية بالمرة
مع من المصريين مع السياح العرب او الاجانب. بس خلينا برضو نضيف حاجه يا استاذ احمد معلش، يعني يمكن دلوقتي بقى في تطوير، يعني سياده المحافظ بقى بيطور كتير في مناطق القاهره، مثلا وسط البلد، ما وسط البلد دي من الاماكن برضو اللي السياح بيروحوا فيها. أيوه. بيشوفوا فيها المحلات القديمه او حتى الكافيهات القديمه. بقى يعني احنا كشعب احنا الشعب بقى هو المطلوب منه طبعًا. بالفعل ان هو يحافظ على التطوير اللي بدا كلام بالفعل حضرتك صح. وده حاجة تانية الفلوس الزيادة اللي بتتاخد من السياح. يعني لمجرد ان انا اعرف ان ده مش مصري فانا ازود عليه الفلوس، دي برضو من السلبيات اللي لازم تتبطل، سواء كان سواء تاكسي او حتى حد بيبيع هدايا ليهم او ممكن اي ممكن اختلف معاكي في النقطة دي. ما هو ده فرق العملة، يعني انا ده فرق العملة، فرق العملة لان احنا نفسنا لما بنروح بره زيادة مبالغ فيها. الرسوم احنا متفقين مع هيئة الاثار انه قبل ما يحصل رفع للرسوم بيبقى في حوار بين السياحة والاثار، وبيبقى قبلها بست شهور، يعني بيعلن الرسم الجديد قبلها بست شهور. ليه؟ علشان الناس ما يبقاش في وسط الموسم يروح مزود التذكرة. لكن السلبيات دي انا يعني بقول اهو على الهوى انه السيد رئيس الوزراء مهتم بيها، وحصل حوارات طبعا من السيد وزير السياحة في الكلام ده على أساس أنه تدار بأحسن ما يمكن المناطق السياحية الأثرية. ويمكن طيب. يكون هو ده اللي بيميز الحملة دي كمان بالزبط. عن غيرها من الحملات. خلينا ناخد بقى تليفونات الناس، يمكن يكون عندهم برضو اقتراحات مشاركات، يبقى عندهم أفكار جديدة. وناخد أول تليفون. أستاذ مروان من اسكندرية، صباح الورد على حضرتك. صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بيك، اتفضل. صباح الخير. اولا يعني في البدايه تحياتي لكم جميعا على البرنامج يعني الشامل المميز يعني عن باقي البرامج الصباحيه. ميرسي جدا ليك. ميرسي جدا ليك. والله يعني وسر يعني جذبيته للمشاهد يعني حضرتك، يعني ايجابيته وتقديمه الايجابي يعني حضرتك ويعني والتوجيه الصحيح يعني ناحيه السلبي. طب قول لي يا مروان، انت دلوقتي في حاجه يعني انت زي ما انت بتقول احنا الحمد لله بفضل ربنا برنامج شامل، ويعني يمكن من اعلى نسبه المشاهده في البرامج الصباحيه، ده الحمد لله. لكن قول لي نفسك تشوف يعني السائل حضرتك في القنوات يعني بيقدموا النموذج اللي بيطرحوا السلبي فقط حضرتك. ما هو بصوا اكيد في ايجابي وفي سلبي، لكن قول لي ما حضرتك قولي يعني بتقدموا الحلول، يعني حتى لو قدمتوا السلبي بتقدموا الحلول. اكيد. يعني انا بشكر استاذ احمد يعني شكري على طب قول لي يا مروان اللي قايم بيها، وفعلا هيئه تنشيط السياحه عليها يعني حمل جامد على اكتافها الفتره طب دي. مروان عايز اسالك على حاجه، يمكن الحمله بتاعه هي دي مصر او ذيس از ايجيبت دي مختلفه تماما عن باقي الحملات والمبادرات اللي موجوده، لان دي طبعا تابعه للدوله وتابعه لوزاره السياحه. كلمنا عنها اكتر، انت شايفها ازاي؟ شايف ان هي ممكن تقدم ايه او ممكن تعمل ايه للسياحه في مصر؟ والله انا يعني مثلا انا بطلب مثلا حملات دعائيه للسوق العربي، مثلا افلام تسجيليه تزع على قنوات الدول العربيه. افلام تسجيليه برضو يعني في المولات في الدول العربيه. خدت بحضرتك يعني تعرفت اللي ما يعرفش مصر، خدت بحضرتك بالوجه يعني الاكمل الحملات دي تعرفها. هو سيادة الوزير بالفعل بدا يسافر للدول العربيه وبدا بالسعوديه عشان يروج للحمله، ولسه كمان مكملين في باقي الدول. طب قول يا مروان لو اتطلب منك مجتمع يعني مدني كلنا نشاركهم، يعني ما يبقاش يعني الحمل كله على وزاره السياحه. طب قول يا مروان يعني لو اتطلب منك ان انت تشترك في الحمله دي، ايه الحاجه اللي انت ممكن تقدمها؟ والله اللي الواحد اللي يقدمها اللي الواحد يعني مثلا يشارك حضرتك، يطلع برضه رحلات في سبيل اللي مثلا الفنادق حضرتك العماله اللي هناك دي عايزه مرتبات. يعني دلوقتي السوق فعلا السوق يعني السوق يعني حاله صراحه يعني بحزن شديد، يعني في ناس كتيرة أعرفها روحت ما فيش شغل. صح للأسف. يعني السياحة الداخلية على الأقل عرضت المرتبات بتاعت العاملين صح في الفنادق. طيب. أكتر كده مش يعني ما فيش عائد للدولة، عملة صعبة هيجي عن طريق السياحة الداخلية. أستاذ مروان إحنا بنشكرك جدا على مشاركتك وعلى رأيك كمان في البرنامج، وصباح الورد عليك. طيب من الواضح ان الناس كلها حابه ان هي برضو تشارك في الحمله طبعاً. وسعيده كمان بالحمله، وسعيده بانه بدانا بالفعل حتى نعمل اعلانات او نبدا الموضوع يبدا خطوه خطوه عشان نبدا نطور في السياحه ونشاطها مره ثانيه. طيب استاذ احمد خليني اسالك عن يمكن الحاجه اللي بتوصل بسرعه للناس، يعني كان في يمكن كليب اتعمل من فتره
لمجموعه من الفنانين، الفنان محمد منير والفنانه انغام ومجموعه من الفنانين المصريين. مصر قريبة. مصر قريبه بالظبط. ما فكرتوش ان انتوا تعملوا حاجه زي دي؟ لان الفن هو يمكن موجود. اسرع حاجه بتوصل لقلب الناس بسرعه، فما فكرتوش ان انتوا تستعينوا ببعض الفنانين اللي بيبقى ليهم تاثير على الـ يعني الجمهور؟ ما ده حصل في الاوبريت ده، والناس جت متطوعه وهنكمل في الاوبريت. يعني ده لو حضرتك شفتي الاوبريت هو اتعمل في القاهره، الكلام ده هيتعمل في مناطق تانية. مين المشاركين بقى؟ المشاركين الفنانين اللي غاروا جدا ان هم ما اشتركوش اول مره سواء عرب او مصريين. انت عارفه حضرتك في 26 فنان وفنانه مصريين شاركوا في اول اوبريت، وخمسه من الدول العربيه مشاهير جدا. كل الفنانين اتكلموا عايزين يعملوا حاجه، فاحنا هنطلع بالاوبريت ده في ان شاء الله في الفتره اللي جايه على المقصد الشاطئي، على المقصد الثقافي، على الحتت الجميله في مصر اللي محدش شافها، ونصور فيها جزء تاني من الاوبرا. خدوا فلوس ولا لا؟ ولا مليم. طب هي يعني هو ده اكبر تشجيع للسياحه. يعني ده عمل كل متطوع، المصريين متطوعين عشان ينشطوا السياحه. وطبعا الفنانين بيبقى ليهم تاثير كبير جدا وتاثير ايجابي كمان طبعا على كل الجمهور. ايوه بالظبط. كل فنان من ال 26 المصريين والخمسه العرب شوفي له معجبين قد ايه كل دول طبعا. طيب استاذ احمد، كلمه اخيره عايزين نوجهها لكل الشعب المصري، عشان كل اللي في ايده حاجه ان هو يقدر ينشط بيها السياحه يعملها، وكمان خطه الوزاره لتنشيط السياحه. كويس. اولا الشباب بدعوهم ان هم يصوروا كل حاجه حلوه بيشوفوها هم قاعدين بالموبايل بتاعهم، ويعملوا هاشتاج This is Egypt. هاشتاج This is Egypt. هتروح على طول. طب لو حد عايز يشترك معاكم في الحمله، او تبقي في اي مكان حلو عاجبك، صوري هاش This is Egypt وبعتيها. بس يعني هاشتاج This is Egypt لو اي حد حابب انه يشارك، او حتى لو حد شاف كل الناس مكان معين يصوره ويبعته. بالظبط. تمام. واللي كل ما تشوفي حاجه حلوه، ظاهره حلوه، اكله حلوه، طبق حلو، مكان حلو، اعمليه وشيريه لاصحابك في اي مكان. انا عندي طبق اجانب في البيت هصوركم. كويس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان الناس تتفائل خير ان شاء الله. يعني مصر باذن الله هتعدي الازمه دي، لان احنا بنشتغل على ادوات علميه، بنعمل خطط كتير جدا مفيش داعي نصدع الناس بيها، لكن احنا هننزل بقوه على السوشيال ميديا والاونلاين في الفتره اللي جايه. في حمله هتنزل، وفي حمله في السوق العربي هتتعمل علشان اجازات نص السنه، وان شاء الله هنشوف تدفق كويس ان شاء الله من السوق العربي، يا رب ان شاء الله يتبعوا على موسم الشتاء اللي جاي الاستعاده بتاعت السوق الاجنبي. يا رب طبعا نامل في ذلك، ويا رب الخير كله لمصر، ويا رب نرجع ننشط السياحه مره تانية. ويعني مصر دايما بلد الامن والامان. بنشكر حضرتك على وجودك معانا استاذ احمد شكري، رئيس قطاع التخطيط والمتابعه بهيئه تنشيط السياحه. نورتنا، وصباح الورد عليك. صباح الورد على حضرتك.